النبي عليه الصلاة والسلام لنخامة مصاب في قبلة المسجد، يعني زول من المسلمين ما قاصر وتفل في قبلة المسجد بس لقدام غلاف الحيطة، فحكها النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى، ونهى عن التفل تجاه القبلة، بل حكها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة. ليه؟ لأنه ده أمر منكر كبير. وصح أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إمام قوم وقد تفل تجاه القبلة، في إمام بتاع قبيلة بيصلي بهم، الإمام ده تف تجاه القبلة فعزله من الإمامة، قال لهم ده ما يصلح يصلي بكم. ليه الكلام ده في الحديثين ديل؟ طهارة لبيوت الله، لأنه ربنا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. المؤمن صحيح صحيح ده هو اللي بيعمر بيت الله، والمنافق صحيح صحيح ده اللي بيخرب بيت الله. ليش أنا كلامي حار؟ لكن دي الحقيقة. وده وين يعني؟ ناس يشخبطوا بيت الله كله، بلا ناس الحلة تعبانين ويدفعوا في الجامع ده وروحهم مرقت، ناس الله يتقبل منهم كلهم، ناس أمير وناس منو وناس منو، كلكم ما شاء الله متعاونين في المسجد، الموتور سرقوا جيبوا موتور جديد، البتاع تضربوا الدهان، ديل الشيوعيين يشخبطوا الجامع، يدهم تمتد لبيت الله، لكن قالوا يد الله لو امتدت لإزالة المتاريس بنقطع يد الله ذاته، لكن يدهم النجسة تمتد لبيت الله. وما بزول زعلان ليه؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غضب وزعل لواحد تفى بس، وعزى الإمام، شالوا بر الإمامية كلها، بقوا ما إمام لأنه تفل قدامه، تفل اللي قدام على القبلة. فكيف ناس يشخبطوا الجامع وهم ملين حمرة ما سوا فيه، طوبة حمرة ما خدتوا فيه، يدنسوا بيت الله سبحانه وتعالى. أسألكم بالله ده بيرضي الله؟ ده بيرضيكم أنتم يا مسلمين؟ بس عشان تعرفوا العقيدة الشيوعية، العقيدة الإلحادية، والشيوعيين دول ما مسكوا بلد إلا دمروها. ما ده تاريخ. شوف أنا عارف نفرين ثلاثة قد يكونوا موالين أو مخدوعين بيزعلوا من كلامي ده، اعترض بدليل، ما في مشكلة، بدليل اعترض. أنا بديك تاريخ موثق موجود للتجربة الإلحادية تحت الشيوعيين في العالم. يا أخي احنا ماشيين العالم ليه في بلدنا دي؟ ولا الناس ما شافت العيشة من 2 جنيه بقت ب50 جنيه سوق أبيض و100 جنيه سوق أسود؟ والله لقيت النسوان عندنا في سوق الجرف ببيعنا العيشة بالدس زي قطعة البنجو، يطلع عليك من جوه التوب ده. في أيام فاتت كده الحمد لله الآن اتفرجت والخيرات كلها رقدت لأنه المجار ما فاته، من تحت التوب بتمرق لك العيشة بكم يا خالة؟ مرة كبيرة بكم؟ ب100 جنيه من تحت التوب زي كيس السفة من جوه، عيشة واحدة بس في بلد منتجة للقمح تصارع أمريكا في إنتاج القمح، في بلد هي الأولى في الوطن العربي في إنتاج الذهب، بالمناسبة الكمية بتاعت الذهب الموجودة الليلة في السودان أكبر من الدول العربية الموجودة كلها، حتى احتياطينا أكبر من احتياط السعودية في الذهب، والعيشة ب100 جنيه، والجماعة قبضوهم امبارح ببوكسين. طبعا الوثائق دي كلها حنجيبها في المحاضرة، بس خلي النيت دي يجي والله إلا الله ما يجيبه إن شاء الله. بوكسين 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 ملالين ملانين الاثنين دولارات من البوكس قدومه لحد اخره، دولارات فل قبضهم في الحدود التشاديه كله بالوثائق. اصل ما قاعد نتكلم ساي، دي هل عداله؟ ديل يا هم الناس اللي كانوا جايين يفرشوا الواطه ورود الخدعوا الشعب، والشعب ذاته يستاهل، معليش يعني. ليه؟ لانه الناس ديل من جو القياده العامه زمان في الاعتصام الاول ركبوا البيت فوق، والله بالساون وبالكاميرا وموثق موجود، سب الدين لله، شايل الراجل في كتف شيوعيه،
شايل الراجل في كتفه، سب الدين لله. والناس قالوا لا لا يا خديل ان شاء الله البلد حيرخوها، وده عنده دكتوراه في الاقتصاد، وده عنده دكتوراه في الفساد، دكتوراه في الاجرام. ما خلوا شيء الا ضيعوه يا اخواننا. شوال السكر حصل 50 مليون، ونحن اللي بنزرع قصب السكر، ونحن اللي بننتج السكر، مصنع عسلايا، مصنع كنانه، مصنع النيل الابيض للسكر، وبنسفر للسعوديه والكويت وبعض الدول الخارجيه بيشيلوا شوال سكرنا، لانه تركيز سكره عالي. بيقوم بيصنعوه، بيطلعوا من كل شوال 3 شوال سكر وبرجعوه تاني بالدولار يبيعوه لنا. بلد تعبانه، لانه الناس مسلمه رقابه لناس ملاحده وناس مجارمه. وانا بتعجب والله، انا بستغرب. الناس قالوا احنا ناس الفكر، مش قالوا كده؟ ونحن ناس الحريه والعداله والمساواه، ونحن والله ناس المنطق. لما ندرشهم بيزعلوا، معناته الناس ما ناشون يا جماعه، ما ناس منطق. كلام ده فارغ. انت لو زول منطق، الزول شفت لو درشك مرمط بيك الوطا بتفرح، تقول لانه ده من باب الحريه التي رفعناها كشعين، وهي من باب الحوار والراي والراي الاخر. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ فكون الناس اللي نزعلوا، الناس الكذابين، الناس المنافقين، مجرمين كذابين، الشعارات الرفعات دي كلها غشوكم بها اخواننا، وكلوا بها اموالكم. الشيوعي قال نحن ما تركنا، علماني في الاعتصام الفات ذاك اللي قبل الفات ده، قال والله ما تركنا منكر او فاحشه حرم الله على المسلمين الا سويناه في ميدان الاعتصام. موثق. هذا ده شنو يعني الكلام ده؟ الكلام ده يعني شنو؟ والناس قاعده، والناس يقول لك لا والله هذا اللي عندهم دكتوراه في الاقتصاد. اه وينو الاقتصاد؟ ما هي الانجازات؟ الانجازات انه قالوا البنات يلبسوا ارديه وبناطلين، ده اعظم انجاز للشيوعيين. الانجازات انه قالوا الرجال يتزوجوا الرجال، اعظم انجاز للشيوعيين وللعلمانيه وللملاحده. والله الحمد لله، انا بحمد الله انه النازل حكموا والله قلعوا، بحمد الله انهم حكموا ذاته. ليه؟ اتفضحوا. اي زول الليله بقى يسيب فيهم وينبذهم، لانه زمان خدعوا الشعب السوداني، ناس كانوا شغالين سواقين في المنظمات الاجنبيه الكنسيه، بعضهم كان شغال في البارات وفي الكبريهات في اوروبا وفي امريكا. ناس شماشة، ناس صعاليق، يجوا هنا الليلة داري السيطرة على رقابنا. يا أخي احنا بنصلي في الجامع ده يوم من الأيام صلاة العشاء، جو حرقوا لنا لساتك في الباب، كل الحلة تشهد، حرقوا لنا لساتك في الباب وما صلوا معانا ذات. انتظرونا لما انتهينا من الصلاة، خشوا لابسين أردية الله يكرم السامعين والباسات، خشوا جوا الجامع بيشاكلوا معانا، قالوا داري اقلعوا الجامع. هسا أقوم اليوم عندكم إمام؟ في خطيب شيوعي بيخطب؟ في خطيب حافظ لي آية؟ هذا اركب. بتقول شنو انت للناس؟ تحكي لهم شنو ألف ليلة وليلة؟ انت فاهم شنو ذاته؟ يا ناس هوي، الخلاصة ده نطلع بيها، الأحزاب دي هي دمرت البلد دي والطرق. سيدي سيدي وأبويا الشيخ وتعاصر كرعينه وبجاي الأحزاب اليسارية والإسلامية وكلها دي هي دمرت البلد دي من عصر الإنجليز. يجوا أحزاب يقلبوها في الأحزاب اللي قبليهم ويصفوا البلد. بعد نميري، في عهد نميري، نهاية عهد نميري، حكومة الأحزاب قلبت نميري، قلبوها كيف؟ والناس الكبار عارفين الكلام ده وشاهدين عليه وحاضرينه. شالوا الدقيق كبوه البحر، شالوا علب الصلص كبوه هنا في النيل، النيل ده بيشهد، شالوا السكر بتاع الناس الغلابة كبوه البحر، وجوعوا الشعب عشان يطلع على نميري، مسكوها. جو قلبوا عليهم الجماعة التانيين الكيزان، الترابي شال الدقيق ذاته كب النيل، شال السكر ذاته، ولا كلامي غلط يا عمنا، كب النيل، شال الزيت، المواد التموينيه، الادويه، كبها النيل، جوع الشعب عشان يخرجوا على ديل عشان يجوا يحكموا وديل جا حكموا، فكلهم ديل منافعين. يا اخي ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا، ليه الناس ما يردوا القران؟ ده ما قران، ما في حاجه اسمه حزب، ما في حاجه اسمه جماعه، ما في حاجه اسمه طائفه، في حاجة اسم الإسلام، وفي حاجة تانية اسم المسلمين اللي بيؤمنوا بالإسلام ده. إذا دارين البلد دي تتصلح، عليكم بحاجة واحدة بس، توحدوا الله وما تقعوا في ظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ربنا بيديكم حقكم وبيجيب لكم الحكام الصالحين، لكن طالما نحن بنظلم ظلم الشرك ونشرك بالله، كثير مننا، ما كلنا لكن أكثرنا، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ربنا بسلط عليك الحكام الظلمة، شفت كيف؟ وبيجيب لك المجارمة عشان يسفوا حقك،
البلد دي ما محتاجة لمساعدة من أي دولة، ما محتاجة لدولار ولا لجنيه ولا ليورو واحد من أي دولة. البلد دي من أغنى الدول في العالم، لكن ناسا أكلوها وخربوها. وليه ربنا بيسلط حكام ظلمة علينا في الحكومات السابقة دي كلها؟ لا، لأنه كثير مننا واقع في ظلم الشرك. ما تمشي غرية إلا تلقى قبة بتعبد، تلقى فكي. مشيت يوم متى غرية جنوب الخرطوم، ماذا أسمي بنفسي، شيخ الطريقة قاعد وما من الحلة ذاته غريب، لا مصعلق الحلة عاملهم حيران ودراويش. يوميا أنا مشيت بنفسي وشفت بعيني، يوميا بنات الحلة الفتوات بيقعد معاه من الصباح لحد واحدة صباحا، وعزاب إمام الزوين بحفظنا القرآن، ما سؤال، بيقرأ لنا الفاتحة، بحفظه مصحف البخاري يوميا. لا في عطل، لا في جمع، لا في جازات رسمية، يوميا. بلا زي دي ما بتصلح، لحد ما أهله يصلحوا ويصلح عقيدتهم في الله. لا تكون في عقيدة في شيخ، لا تكون في عقيدة في قبر، لا تكون في عقيدة في بنية، لا تكون في عقيدة في طريقة. لا الناس يعملوا لهم أحزاب، يا أخي أحزاب أكلتكم طلعت عينكم، تاني دارين منها شنو؟ أنا بعرف دارين منها شنو؟ أحزاب تغش الناس بمصطلحات الراديكالية والسندكالية، يغشوا الناس في خطابات سياسية والله ما تفهم فيها الواو والذكر والتكنوقراط والديمقراطية والبلد جعانة والناس بيشحدوا في المساجد، وديل ما فاضين من الفلسفة يا أخي، وما فاضين من التنظير يا أخي، وسافين البلد وراكبين عربات وعمارات. هل كانت وزيرة مرور رياضة ولا شنو؟ قالوا شردت مشهد عمل العمارتين في دبي. وأكبر الإنجازات التي أنجزت، أديك فرصة للسؤال، أكبر إنجازات التي أنجزت فريق كرة القدم النسائية، فريق وصل الناس تاني ما بخلوك، ده كان زمان الناس دي وعيت كلها، ما بظل بيخليك تاني. فريق كرة القدم النسائية جابت بنات سودانيات، تخيل، عشة وخديجة ومريم، أسماء إسلامية لابسات شرطيات، والحمد لله يدوم 10-0، يعني في الكورة قاعدين 10-0. فريق كرة القدم، فريق كرة القدم بتاعت النسوين الشيوعية أدوم 10-1. فيا ناس نحن والله بعد ده بنخاف من أي زول. زمان كنت بتبرطعوا، زمان كانوا الشيوعيين كلهم نفرين بيبرطعوا لأنه كانوا ماخذين ضلع من الحكومة، الآن أنتم مطالبين عند الحكومة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم.